الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم على محمد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مع أن الرسول صلى الله عليه واله كان يعرف المنافقين بأسمائهم وأشخاصهم، وكان يعرف من يرتد ومن يؤثر في تحريف مسيرته، ويبعد الأمر عن أهل بيته وعن خليفته ووصيه علي أمير المؤمنين. فهنا يطرح سؤال نفسه أنه لما لم يقتلهم الرسول خصوصا بعدما أتوا بالجرم المشهود لأنه في ليلة العقبة كان هناك مجموعة من المنافقين الذين أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وقد رآهم حذيفة وأشخاصهم وكان يعرفهم حذيفة بن اليمان وقد عرف رواحلهم عمار. ف... يعني كان القضية كانت القضية مكشوفة وهناك شاهدان على الأمر. لماذا الرسول صلى الله عليه واله لم يقتلهم؟ لم يبعدهم. والمنافقون لهم يعني ملف طويل وعريض من بداية دخول رسول الله صلى الله عليه واله إلى المدينة. رأس المنافقين عبد الله ابن ابي عبد الله بن ابي هذا كان كبيرا في اوس في قبيله اوس وخزرج وبين القبيلتين حرب حرب ضروس شديده فكانما عبد الله بن اوس كان هذا عبد الله بن ابي كان المفروض ان تصالحت القبيلتان أن يقود هاتين القبيلتين. فهكذا كان عنده تفكير وكان يسعى لذلك، كان يسعى لايجاد الصلح بين القبيلتين وكان مقبولا عندهم. فإن تم الصلح فهو يرأسهم لفترة، بعد ذلك من قبيلة خزرج من يرأس القبيلتين. فهكذا كان يفكر عندما دخل رسول الله صلى الله عليه واله إلى المدينة المنورة. وعلى يديه تم الصلح بين القبيلتين ولولا الرسول يعني عبد الله ابن ابي كان يسعى بس سعيه ما كان يوصل الى المطلوب لانه دماء حروب دماء شديده 300 عام تقريبا من الحروب بينهما بس هو هيك كان عنده امل وكانت محاولات بس محاولات من المستبعد ان تنجح ولكن رسول الله صلى الله عليه واله الف بين قلوبهم بين القبيلتين فهو اصبح الكبير، هو اصبح الحاكم. لذلك عبد الله بن ابي كان عنده حقد تجاه رسول الله صلى الله عليه واله. فبقي في المدينه والظاهر انه امن برسول الله ولكنه اسس حزب المنافقين. في كل صغيره وكبيره كانوا يريدون تخريب رسول الله صلى الله عليه واله، ايجاد الاذى برسول الله. بعض المنافقين، طبعا للمنافقين درجات، بعض المنافقين منافقين في العمل. بعضهم منافقون في العقيده منافقون في العقيده اللي نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ما كانوا يقبلون برسول الله منافقون في العقيده كما في هذه الايه المباركه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض هذا نوع من المرض النفاق مرض أن يكون الإنسان ذا وجهين مخبره غير مظهره وهذا نوع من المرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ليش فزادهم الله مرضا لأنه كانت تأتي على يد رسول الله صلى الله عليه وآله المعجزات الآيات البينات فكانوا ينكرونها فما ينفع رسول الله صلى الله عليه وآله يسوءهم فيزداد مرضهم وما يسوء رسول الله يفرح بها هذا كله مزيد من المرض ومزيد من الابتعاد عن الله وعن الجادة إذا بعض المنافقين في الإيمان كانت المشكلة عندهم في الإيمان المنافقون كانت لهم عنده عندهم مشكلة في العمل في العمل في كل صغيرة وكبيرة في كل ما يصدر من جوارحهم في الصلاة وغير الصلاة كل هذا في رياء في قصد غير وجه الله قصد تخريب سمعة رسول الله حتى المسجد الذي أسسوه اللي هو المسجد الضرار الذي احرقه رسول الله صلى الله عليه واله. وبعض المنافقين اللي كانت درجاتهم ادنى. يعني هو تو الان في بدايه النفاق، لم يتجذر النفاق في نفوسهم. ما اصابكم يوم التقى الجمعان يعني في الحرب فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم هو المنافق بعض الأحيان ما يشعر أنه منافق وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم لو ندري أكو حرب نجي وياكم بس ما أكو حرب هكذا لم يذهبوا إلى الحرب هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله عليم بما يكتمون للكفر أقرب هذا ان المنافقين هم الكافرون مرحله شديده من النفاق هنا هذه مرحله تقترب من هناك مرحله مرحله الكفر هنا مرحله تقترب من الكفر واكو مرحله متوسطه قبل ذلك واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم اكو امل أن الله يتوب عن هؤلاء المنافقين، ليش؟ خلطوا عملاً صالح وآخر سيء. الرسول صلى الله عليه واله كان له طريقان الطريق الأول أن يقتل المنافقين. أي واحد اللي يكون في حزب النفاق بشدة وبقوة يقضي عليهم. بس هذول اللي في حالة من اعترفوا ال... بذنوبهم، يدري هو مخطئ ولكن خلط العمل الصالح بالعمل السيء. هذا اللي الان قد يرجع، الرسول صلى الله عليه واله اراد هداية هؤلاء، نعم رؤوس النفاق، رؤوس الضلال، رؤوس الكفر، هؤلاء لا يرجعون ويهدمون ما بناه رسول الله صلى الله عليه واله، ولكن من حكمه ان الرسول صلى الله عليه واله لم يقضى على المنافقين، المنافقون الذين كانوا في حالة توهم الان داخلين في النفاق. الرسول كان يريد يرجع هؤلاء. هذول يعتقدون مع عبد الله بن ابي كبيرهم بالنتيجه له حزب هذول في حزبه ولكن كان هناك امل يرجعون وبالفعل كثير منهم رجعوا عندما صلى رسول الله صلى الله عليه واله على عبد الله بن ابي مع ان الله عز وجل قال لا تصلى على احد منهم مات ابدا الله يقول لا تصلي على احد منهم ولكن بعمل رسول الله نكشف ان هذه الايه اما فيها تخصيص واما ان هذه الايه تدل على معاني أخرى لأن الرسول صلى الله عليه وآله بالإجماع إجماع الفريقين صلى على رأس المنافقين شنو كانت المصلحة من الصلاة؟ أن الرسول بعد أن صلى على رأس المنافقين عبد الله بن أبي وكفنه بثوب منه كل المنافقين كانوا في تشيعة رئيس الحزب الناطق باسم الحزب شنو ما شئت فعل الأمين العام فكانوا في تشيعة استغربوا أنه إحنا الآن صار لنا عشر سنوات خمس سنوات ست سنوات نعمل ضد رسول الله حتى رسول الله صلى الله عليه وآله والآيات الإلهية تترى ضدنا وأحرق مسجدنا مع ذلك شلون هاي أخلاق عالية يحملها رسول الله صلى الله عليه وآله فأكو في الرواية كان ذلك يعني صلاة رسول الله على عبد الله بن أبي كان ذلك مما سبب توبة عامة المنافقين اغلب يعني اغلب المنافقين بعد ان راوا هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه واله تجاه كبيرهم امنوا حسن ايمانهم رجعوا عن نفاقهم اذا هذه هي المصلحه الاولى النقطه الثانيه ان المجرم انما يؤخذ بعد الجرم المشهود البعض يقولون ليش امير المؤمنين ما قتل ابن ملجم ابن ملجم بعد لم يكن مجرما كانت عده خطط ولكن هذه الخطط لا تسوغ قتله. لذلك امير المؤمنين سلام الله عليه وسلم قال له انه انت الذي تقتلني يعني كان يصرح له. ف ولكن هل هذا مسوغ للقتل؟ الان ياخذون المتهم يمكن يكون مجرم هذا كان يريد عنده خطه. هل اذا عنده خطه انه هذا يؤخذ ويسجن او يقتل عنده خطه الله عز وجل يعفو عن النيات، نعم واحد عنده خطه وبدا بالمقدمات هيئ للجرم والجريمه هذا الامر يختلف لأنه تهيئه مقدمات الجرم هذا يوجب العقاب على مبنى هذا تفصيله في محله ولكن لا من اي مقدمه ما عنده بس انا ادري هذا مجرم بعدين ما يمكن ما يمكن فكثير من المنافقين ما كان لهم في الجرم مشهود ليشهدوا عليه اثنان ليؤخذوا الى السجن او ليقتلوا نعم في قضيه العقبه كان هناك شاهدان احدهم حذيفه اللي راهم لان الرسول صلى الله عليه واله كما في الروايه قال لحذيفة حذيفه ابن اليمان حذيفه ابن اليمان وعمار عمار كان قائدا لناقة رسول الله صلى الله عليه وآله أمام الناقة وحذيفة كان سائقا يعني خلف الناقة في رواية حذيفة قائد وعمار سائق بالنتيجة فرسول الله صلى الله عليه وآله قال لحذيفة أن هذولا اللي واقفين ال14 كما في رواية ال24 كما في رواية أخرى اللي أرادوا تنفير ناقة رسول الله واغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله قال هؤلاء بأسمائهم فلان وفلان 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 حذيفه البعض كانوا اصدقائه جماعته يعرفهم كانما ما كان مطمئن بس خب درجات ايمان الناس برسول الله كانت متفاوته مو الكل مثل عمار حذيفه يامن برسول الله ولكن شنو درجات ايمانه؟ تسليم قلبي ما يقوله رسول الله يعني معقوله هذول كبارهم اللي ارادوا قتل رسول الله فهناك ابرقت السماء بعد أن رأى الرسول الشك في وجه حذيفة قال هل تريد أن ترى وجوههم فأبرقت السماء فحذيفة يقول السماء لما أبرقت كالشمس يعني هالشي واستمر ضوء البرق كالشمس كأنما صار نهار فأنا رأيتهم واحدا واحدا كما ذكر أسماءهم الرسول صلى الله عليه وآله لما هؤلاء أرادوا اغتيال رسول الله في العقبة غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة الرسول صلى الله عليه واله عين امير المؤمنين في الغدير من السنة العاشرة للهجرة قبل غزوة تبوك سمعوا هذول كبار المنافقين من رسول الله انه انا اريد اعين طبعا قضية الدار كانت من مكة انه علي امير المؤمنين خليفتي ولكن ايضا قبل غزوة تبوك سمعوا من رسول الله صلى الله عليه واله انه يريد ان يعين عليا وصيا وخليفة إذا ما متحملين رسول الله شخصا كما ذكرنا في البحث السابق أو اللي قبله فكيف الآن يجون يتورطون بأمير المؤمنين وأمير المؤمنين الذي قتل كبار الكفار وكبار كبار أهل قريش في الحروب ما كانوا يتحملوا قتلوا الحسين سلام الله عليه بغضا منا لأبيك وحاربوه بو. فالآن يجي أمير المؤمنين يكون أميرا عليهم لذلك أرادوا قتل رسول الله قبل أن يثبت خلافة أمير المؤمنين بطريقة علنية كان يذكر شيعة أمير المؤمنين كان يذكرهم رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنت وشيعتك هم المفلحون في قضية الدار في مكة غير مكة قضية الإخاء ولكن قضية علنية أن يأخذ البيعة أهم شيء أن يأخذ البيعة من هؤلاء من الناس ل امير المؤمنين ما كانوا كانوا يعرفون انه اقترب وقت اخذ البيعه ارادوا قتل رسول الله اذا حذيفه راهم عمار عرف رواحلهم التي كانوا عليها عمار يقول في روايه انه كانوا ملثمين بس عرفت رواحلهم وبعد ذلك حذيفه يذكر اسماءهم اذا الجرم المشهود يؤخذ به و يعاقب عليه أما إذا في الجرم ماكو عليه شهود أو بعد لم يصدر الجرم فلا يؤخذ هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يخاف من المستقبل شوفوا سلاطين الجور لماذا لم يقتلهم رسول الله سلاطين الجور سأبدأوا من السلاطين من بني العباس وأنتم تعالوا إلى العثمانيين اقروا تاريخ التاريخ يقروه شوفوا اي واحد اللي كان يوصل الى الحكم كان يبدا باقرب اصدقائه يقتلهم يصفيهم ليش؟ يقول احنا مجموعه انتفضنا مو صدام اللي قتل احمد حسن البكر مع ان كانت الثوره بينهما بس قتله وصدام قتل كثير من اقربائه قتل كثير من كبار حزب البعث كان يصفيهم ليش يخاف على ملكه شوفوا تاريخ الخلفاء رسول الله على تعبيرهم العثمانيين الأخ لما كان يصل الأب يموت أحد الإخوة يصل إلى الحكم إما أن يقتل كل إخوته كلهم على الإطلاق يقتلهم أو يثمل أعينهم فيعمون فالعامة في ما يقدر بعد يحكم ويجعلهم في مو بس في السجن يجعلهم في سجون عميقة في آبار يمكن عشرين سنة يظل هناك أخو 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 اللح من أبيه وأمه هكذا ليش لأنه يخاف هذا أخوي إذا قتلني فهو حسب القاعدة هو الحاكم هو السلطان هو الخليفة هو الملك فالرسول صلى الله عليه وآله صرح لحذيفة حذيفة قال يا رسول الله ما دام أنت عرفتهم اقتلهم هم أتوا بالجرم المشهود بعد أرادوا اغتيالك قال رسول الله صلى الله عليه واله انه لا اريد ان يقول بان رسول الله صلى الله عليه واله بعد ان قوى امره عبر هذول جماعته صفاهم. هاي نقطه مهمه انه لا بالفعل هذول آمنوا في مكه كثير منهم. فانا احفظهم احتفظ بهم حتى هذه الشبهه لا تأتي. التاريخ لا يقول للرسول صلى الله عليه واله حاكم كباقي الحكام. لما وصل صف كل جماعته حتى يتفرد بالحكم قالوا حذيفه من هؤلاء العشرين؟ شوفوا الروايه قال المنافقون في الدنيا والاخره رسول الله صلى الله عليه واله قال: الا تبعث اليهم يا رسول الله رهطا فياتوا برؤوسهم اقتلوهم رهط جماعه خلي يروحون يقتلوهم فقال صلى الله عليه واله ان الله امرني ان اعرض عنهم هذا أمر إلهي إن الله بالغ أمره الله عنده هدف شنو الهدف الافتتان لو ما كانوا هذول كبار المنافقين بعد رسول الله كيف كانت يفتتن المسلمون وكانت تفتتن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الافتتان بعد الله لازم الرسول لازم يتزوج بفلانه وفلانه حتى بعدين تقود حرب جمال ومجموعه يتبعونها بعنوان انها زوجة رسول الله، وهذا طبيعي. والى يومنا هذا، الى يومنا هذا من يعتقد بها. هذا افتتان الهي بعد، هذا شغل الله. فإذا ان الله امرني ان اعرض عنهم. هذا اولا واكره ان يقول الناس اكره ان يقول الناس انه دعا اناسا من قومه واصحابه الى دينه. فاستجابوا له فقاتل بهم حتى ظهر على عدوه قاتل بهؤلاء بعد الرسول هذول هم كانوا يأتون مع رسول الله أبو سفيان في حروب رسول الله فقد عينا وفي حرب أخرى فقد عينا ثانية أبو سفيان هذا كبير الكفار وكبير المنافقين فقد عينيه في حربين من الحروب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأراد الانقلاب على أبي بكر بعد استشهاد الرسول فأتى إلى أمير المؤمنين وقال يا أمير المؤمنين أنا معك قوم نحارب أبو بكر كان يريد البلبلة كان يريد يدفن الإسلام أمير المؤمنين قال لا لا وياك أتحالف وياك مع مثلك أبدا فاستجابوا له فقاتل بهم حتى ظهر على عدوه ثم أقبل علي عليهم فقتلهم أنا هذا ما أريد هم تسعة من قريش وخمسة من سائر الناس هذا حسب الرواية اللي 14 كانوا يمكن هم كانوا 24 حذيفة شايف 14 منهم قيل سمهم يا حذيفة من هؤلاء قال هم والله من الأول والثاني والثالث وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي الوقاص وأبو عبيدة بن الجراح ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص شوفوا نماذج هذول اللي كانوا كلهم متفقين وكلهم جايين يعني كانما القضيه يرونها محتومه ومن غير قريش ابو موسى الاشعري المغيره بن شعبه الثقفي لعنه الله عليه وعليهم جميعا او سبن الحدثان البصري ابو هريره ابو طلحه الانصاري بعد هذه القضيه الرسول امره قال بعد ثلاثة ويلخ لا ليقعدون يتناجون. أبداً. شاف القضية كأنما توطئة ومواطاة. فقال يمنع إلى أن ندخل المدينة أن يتناجى ثلاثة معاً. اثنين خوي يتكلمون عادي بس ثلاثة يعني كأنما اجتماع. فهنا سالم مولى حذيفة. حذيفة كان عند عبد اسمه سالم. هذا سالم مولى حذيفة رأى الثلاثة الأول والثاني وأبا عبيدة الجراح يتناجون بينهم فقال ماذا تقولون أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبر بأنكم بعد منزل العقبة هناك رأوهم في اجتماع أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقال له الأول أنه لا تعال اسمع ما الذي كنا نتكلم حوله فإن أصبحت معنا فبها وإن لم تصبح معنا اسكت لا تنقل للرسول شيء قال شنو قالوا كنا نتكلم عن قضية أنه رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا بالإسم هذا لم يرضى إلا وأن يخلف علي بن أبي طالب وإحنا ما نتحمل هذا القضية قال عجيب أنا أبغض الناس عندي في قريش أهل البيت وابغض اهل البيت عندي علي بن ابي طالب سلام الله عليه. هذا حقيقه يعني من انصب النصاب. سالم مولى حذيفه يقول والله ما طلعت الشمس على اهل بيت ابغض الي من بني هاشم من بني هاشم ولا في بني هاشم ابغض الي من علي بن ابي طالب فاصنعوا في هذا الامر ما بدا لكم فانا واحد منكم. فتعاقدوا من وقتهم على هذا الامر على ماذا؟ على أن يصرف القضية عن علي بن أبي طالب أي بأية طريقة في ليلة العقبة في غزوة تبوك لم يوفقوا لذلك فكيف عبر السم سمموا رسول الله صلى الله عليه وآله واغتالوا رسول الله صلى الله عليه وآله بالسم وصرفوا الأمر عن علي بن أبي طالب خطة كانت خطة مدروسة واضحة المعالم صفات المنافقين مذكوره خصوصا في سوره المنافقين سوره سوره المنافقون سوره المنافقون نزلت بعد قضيه غزوه تبوك وفيها اوصاف المنافق طبعا هي السوره لها اسماء متعدده واللطيف انها تسمى بالمبعثره والمشرده والمخزيه والمثيره والحافره والمنكله والمدمدمه وسوره العذاب ولهم يعني خصوصيات مذكوره في هذه السوره بصوره واضحه، اكثر من 30 خصوصيه لاهل للمنافقين مذكوره في هذه السوره. انه الرسول صلى الله عليه واله، اذا هناك حكم ذكرنا ثلاث من تلك الحكم في ابقاء رسول الله صلى الله عليه واله على المنافقين وعدم قتلهم، مصلحه كانت. وهذه المصلحه كانت عند رسول الله أهم كما أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما قالوا نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين لو كلمة كان يقول أقبل سيرة الشيخين وبعدين لا يعمل بايعون الناس بعد يفعل ما يشاء ولكن هذه الكلمة تبقى في التاريخ أن أمير المؤمنين كذبه عثمان قال أبايع على سيرة الشيخين ولكن لم يعمل بسيرة الشيخين عثمان كانت له سيرة أخرى لذلك المسلمون انتفضوا ضده وقتلوه لأنه بدأ يخضم مال الله خضم الإبل نبتة الربيع قام يقسم الأموال المعروف كان بين نثيله ومعتلفه كما يذكره أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام لذلك هنا الرسول صلى الله عليه وآله عندما يأتي إليه رسول الله بأن أمير المؤمنين أرادوا قتله عند الرجوع ولكن الله حفظه كذلك أنت يا رسول الله يا رسول الله الله حفظك فيذكر التفصيل ولكن ما يذكر أسماء المنافقين العشرة اللي كانوا مع أمير المؤمنين وحفروا له تلك الحفيرة اللي تبيناها في البحث السابق ولم يذكر هنا أيضا أسماء هؤلاء المنافقين الذين أرادوا قتله حفاظا على اللحمة وما ذكرناه من المصلحة لاحظوا الكتاب ثم لم يخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بما قال علي عليه السلام على باب المدينة إن مع رسول الله صلى الله عليه وآله منافقين سيكيدونه ويدفع الله عنه هذا بعد ما ذكر فلما سمع الأربعة والعشرون أصحاب العقبة هم اللي كانوا الأربعة والعشرين ما قاله رسول الله صلى الله عليه واله في امر علي انه هكذا شنو اللي تصوروا؟ قالوا بانه الرسول اتى اليه طائر او هناك فارس اخبره بقضيه امير المؤمنين وعلي بن ابي طالب قد قتل في تلك الحفره لانه هذا هكذا كان تنسيقهم بس الرسول صلى الله عليه واله يريد يحافظ على معنويات اصحابه الى ان يصل الى المدينه والا هنا اصحابه يثورون ضده ويكملوا ما قاله رسول الله في امر علي قال بعضهم هؤلاء المنافقون لبعض ما امهر محمدا صلى الله عليه واله بالمخرقه المخرقه يعني الاختلاق والكذب هذا الرجل ماهر في الكذب وان فيجا مسرعا فيج يعني رسول رسولا مسرعا اتاه من المدينة حتى يخبر أن علي بن أبي طالب قتل بس هو ده يغير الواقع حتى يبين حفاظا على معنويات أصحابه وأن فيجا مسرعا أتاه أو طيرا من المدينة من بعض أهله وقع عليه الطيور التي كانت عبرها يوصلون الرسائل وقع عليه يعني نزل الطير عليه شنو مفاد هذه الرسالة رسالة الطير او رسالة الفيج ان عليا عليه السلام قتل بحيلة كذا وكذا حيلة يعني خديعة او جودة نظر ان امير المؤمنين مقتول في الواقع واتى الى الرسول هذا الخبر وهو الذي واطانا عليه اصحابنا وهذا اتفاقنا ويا ذولاك العشرة اللي كانوا هناك حفروا الحفير لامير المؤمنين فهو الان لما بلغه كتم الخبر وقلبه الى ضده يريد أن يسكن من معه لألا يمد أيديهم عليه يقولون علي بن أبي طالب هناك قتل هنا نقتل رسول الله وخلاص ينتهي الملف وهيهات والله ما لبث عليا يعني أبقى لبث عليا بالمدينة إلا حينه حينه يعني حين موته يعني إلا أجله أبقى علي في المدينة شنو اللي أبقى؟ أجله. وأبقى الرسول هنا شنو اللي أبقى؟ أجله. يعني علي بن أبي طالب هناك كان المفروض يموت فبقى في المدينة حتى يقع في تلك الحفرة، وهنا الرسول في الطريق المفروض أن يموت يعني نقتله نحن. فلذلك أجله هو الذي سحبه إلى هذا المكان وكفى بالأجل حارسا يحرسك إلى حينك فعند الحين هو الذي يقضي على الإنسان. إلا حينه، ولا أخرج محمدًا صلى الله عليه واله إلى ها هنا إلا حينه، وقد هلك علي وهو هنا هالك لا محالة، الخطة كانت أن يقتلوه في العقبة، ولكن تعالوا حتى نذهب إليه ونظهر له السرور بأمر علي ليكون أسكن إلى قلبه أو أسكن لقلبه إلينا إلى أن نمضي فيه تدبيرنا، إلى أن يصير الليل وبالعقبة والخطة اللي عندنا ننفذها. فحضروه، هذول المنافقين حضروا إلى علي بن أبي طالب، وهنأوه على سلامة علي من الورطة. الورطة يعني الهلكة. طبعاً في اللغة الورطة بمعنى الهوة الغامضة العميقة في الأرض، وبالفعل كان المفروض أن يقع علي في تلك الورطة، يعني في تلك الحفرة العميقة في الأرض، التي رامها أعداؤه. هذا بلسانه هكذا يهنئ مثل ما ذاك الثاني قال بخن بخن لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ولكن في قلبه ماذا كان يريد يقتل علي بن أبي طالب كل آن وكل لحظة ثم قالوا لرسول الله هناك سؤال وجواب بين المنافقين وبين رسول الله في فضائل أمير المؤمنين إن شاء الله للبحث المقبل هذا وصلى الله على محمد وعلى